نعمل حاجة حلوة مع بعض، هنعمل مهلبية بطعم الآيس كريم، مهلبية دسمة جدا فيها طعم الآيس كريم. عندنا المهلبية دي ايه؟ لبن، جيب لبن، وعندي هنا بودرة الكريم شانتيه، بودرة الكريم شانتيه، جيب بودرة، وعندي هنا الايه سكر وقشطة ومربى وسوداني وفانيليا. ماشي، نعمل ايه بقى؟ مهلبية عادي جدا جدا، بس مزودة لها بودرة الكريم شانتيه ومزودة لها الايه؟ القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم، حط اللبن، هتحطي حوالي قولي كوبايتين كبار لبن. ماشي، انتوا محددين اللبن هنا ولا لا؟ كوبايتين لبن. بصي بقى، قبل ما يسخن، قبل ما يسخن هشتغل في كل حاجة علشان حاجة ما تكلكعش معايا. بس بص على الفرن الأول، أخبار ايه؟ كده كفايه بسكوت الشوفان، ريحته حلوه جدا، هو حاجه قريبه كده من زي الكوكيز كده. ماشي، بص هنا ادي كده كيسين كريم شانتيه، انا بقول لكم هو دسم، حوالي نص كوبايه قشطه او اكتر شويه، سكر حسب ما انت بتحبيها عشان كتر قوي، فانيليا، هنحط على دي نشا. ماشي، معلقتين كبار نشا، ممكن احطهم هنا كده، معلقتين كبار نشا، حط لهم لبن، ندوبهم في لبن بس كده، الوصفه خلصت. هي مجرد مهلبيه، بعمل مهلبيه لبن عادي خالص، بس زودت البودره كريم شانتيه وزودت القشطه بس كده، حطيت السكر بتاعي عادي والنشا عادي جدا واللبن عادي والفانيليا، زودت بس بودره كريم شانتيه وزودت القشطه. فلما تيجي تبرد بقى في الثلاجه، طبعا بتسقع في الثلاجه، حلو قوي تسقع قوي، بتحسي بقى فيها بطعم الايس كريم، الكريم شانتيه بيديك طعم الايس كريم. معانا ام سما، اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ انا الحمد لله، بحبك جدا والله، بحبك جدا. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليكي ويرسل ذوقك. ليك اي سؤال؟ انا عندي قرايا، يعني عايزه اعملها عصيره في الفرن، عايزه طريقتها يعني. اعمليها ببشاميل، اسهل حاجه بالنسبه لك، بتسلقيها الاول وتهرسيها وتعملي بشاميل حلو بالسكر وتحطيهم على بعض تدخليهم الفرن، بس اسهل حاجه للقرع بقى، حطي معاها بقى زبيب، حطي جوز هند، حطي مكسرات اللي انت عايزاه. بصوا كده، ادوب بقى كمان هنا النشا، بيصدق يمسك نفسه كده على طول. دوبت النشا في حبة لبن، وهنزلهم على الخلطة الجبارة دي، القنبلة دي. لا وايه كمان، احط لها بعد كده بقى على وشها مربى وسوداني. يا نهار ابيض على الدايت، يا نهار ابيض، مش عارفين نعمل ايه من غير الدايت ده. هو الاكل الحلو كده، نضحك على نفسنا بقى، ناكل منه قليل. مش عارفه اعمل ايه. عصفر. انا وعصفور اخوات. قصدك ايه؟ قولي قولي. لا والله. بص كده اهي، هتغلي وتبدا، لازم تغلي، واخدين بالكم؟ القشطه بتسيح، عايزه الحق اعمل لكم كمان الصلصه بتاعت الكبسه.
لا والله انا خايفه اسيبها. معانا منى، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا مدام نجلاء؟ عامله ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. ازيك انت؟ انتوا طيبين كلكم. وانت طيبه يا رب ان شاء الله. بقول لك يا مدام نجلاء، من يومين عملتي فرخه بالبصله وكده ودخلتيها الفرن. دخلتيها على حراره كام يعني؟ على 200. على 200 على طول لغايه ما تستوي؟ طبعا. اي فراخ تدخل على 200؟ اعلى حاجه، اعلى حاجه عندك. لا انا اعلى حاجه عندي 260 300. حسب فرنك حطيها، يعني انا برضو عندي هنا 250 برضو، بس انا دخلتها على الغاز الطبيعي، يعني الغاز الطبيعي على 200. الغاز الطبيعي عليه على الاخر، على الاخر 300. هي ايوه هي العاليه، هي الفراخ بتاعتها حاجه عاليه قوي، انما لو حسيتي مثلا ان هي حمرت الوش من بره ومن جوه غطيها بورقة الومنيوم. علشان لو عاليه قوي هيتحمر من بره ومن جوه تبقى نيه. ما انا لا، بص هي هتستوي، مش هحطها في النص، حطيها الاول تحت شويه وبعدين فوق شويه. لاحظتي مثلا ان انت عندك واحد محمرها قوي من بره وهي ما استوتش، غطيها بورقة الومنيوم بقى. ماشي ان شاء الله. ادي كده المهلبيه وغليت معايا، ابدا بقى ان انا احطها في ايه، سلاطين، في كوبايات، في اي حاجه عندك، واقدمها واحط لها بقى المربى على وشها لما تبرد، مش دلوقتي طبعا عشان لو هتطلع اي حاجه هتروح غطسانه لتحت. مش بس كده من هنا. اروح احطها في الثلاجه بقى تبرد خالص، وبعدين احط لها السوداني والمربى، او ما تعمل وش، بس عايزاها تعمل وش كده تمسك نفسها، واقدمها. تمام بس كده، اظبط بس كده، انضف لها المناديل يا اولاد. ثواني ثواني ثواني، لسه هعمل لكم الصلصه. هتاكلوا الكبسه من غير صلصه؟ مش وقت ايه بقى. تمام كده، وجنبها اهو ده لسه ايه، هحط عليها المربى